فل. نفسك يخوي كتاليا يجيب لها اخ؟ ما ان شاء الله في طب ربنا يرزقك. بص يا ام امام، يعني ابنك امام وحازم ومحمد واحنا اولاد كتاليا، اسم صعب قوي. هي بتقول كده، ها؟ هي بتقول كده هي برضه. بتقول كده. لا يعني اول يا كابتن، لما قالوا على الاسم ما بقتش عارفه انطقه، بس اقول لهم بقى، يقول لها يا ماما مش عارفه تنطق الاسم. الناس بقى ما اتعودت عليها، وهي ما شاء الله ربنا يحميها له يا رب، يخليها له حته عسل. حتة عسل ما شاء والله الله. كانت منوره الدنيا عندني، والله كانت منوره الدنيا. عندها قد ايه دلوقتي يا 7 شهور. 7 شهور ما شاء الله. قولي لي بقى، قولي لي اهي 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 اهي، بنوريها لك اهي، شايفاها؟ عسول، ربنا يخليها، شايفاها اهي، ولابسه ربنا التيشيرت يخليها، الاحمر اهو، وامرايا امرايا ما شاء ربنا الله عليها. يخليها. لو جاب واد هتسميه ايه ان شاء الله، ولا هو اللي هيسميه؟ لا هو بقى اللي يسمي، هي اللي تسمي. ها انا هو هو امام اللي اللي يسمي. يسمي. ربنا يكرمه يا رب ان شاء يا الله، رب يا رب، وربنا يخليه لك ويخليكي الله ليه، يخليك يا رب، ودعواتك تفضل دايما كده يا ام يا امام. رب يا رب، يفاديه من كل شر، ربنا يفاديه من كل شر، ويحبب سته بالارض. امام ابني يا رب، واولي زايد. انت جميله يا ام امام والله، ربنا الله يكرمك. يخليك. قول حاجه. احنا عايزين يا كابتن سيب لنا اكلك، اكل ايه؟ انا جاهز واحنا سبق والله انت العظيم، معايا. والله يجي لك لحد السنبله وين ده، انا ده حبيبي. احنا اللي نجي لك لغايه عندك لا يا كابتن. ده انا اجي لك، وانا تشرفنا يا اجي لك كابتن. ماشي والله، ربنا يكرمك يا رب. وبعدين انا على طول حبايبي في نبرو كتير، حاج سعد خفاجه وحبايبي كلهم في نبرو، سامي الطحان والناس كلها، وكانوا زمان بيبعتوا لي في سيخ، بطلوا دلوقتي بيبعتوا لي في سيخ. تنور يا حاج، تنور ربنا يا يعزك كابتن. يا رب.